مناسبة أن أسر رسمي لوجود ده فرعي لوريجست شركة دي بي ويل أي لوريجيسو دكتة مجالة بربرة أو كقبضون تجودة هدكتة أي وحكة سوقي بقلي مدحونها جمهورية الصومالي لان مسؤول كوجسر هي شركة دي بي ويل أبو سلطان حملة كمدة قلها وسيرة الصومالي لان مشرح مدحونه حسب كقلمية مشرح مدحونه حسب كأعد وسير كحجين كسعودي دولة إثيوبيا سفير كحجين كروش كأوفرلي دل كجيبوتي قهرن هذا المناسبة داسي كسوتشي مدحونها جمهورية الصومالي لان أحمد سيلانيو وحاوت المامي إن مالجنين تشركة دي بي ويل أيكو سمين السودة كده بربرة أي كم يتحي وحقبة كحكومة دي سا طريقة كأي تلاقي لغشة سيدي مالجنين كوها بون لغوها لها مرسال عالمي أي بربرة يبب مهدي ريالة سيبوي جمهوري مالجشة أسرينتا يبارينتا دي كده بربرة وحوخوا يكده كبدل الدونة نرشة يلقاها وشير سوالا وحكروا ديريجرين دونا وديريجرين نقد دونا مشاريع كلام مهمة مثل يري مروي عسرين تيجي بلارين تدكت بالبرة وحياة هاي برتيم المعبد برنامج وعقبات الحكومة ضيدا وحنا مسنا هاي إن ما تدرك أو هبون وهو هبون أنا كل سكرنا تلكين هو يو ويا إن الولد ما عدنا سياسة كعسي أو في فرن تاسو إنه سالي كرتا إنه الولد بالقش عالمية وكل سدنا مutual interest. سلطان أحمد سليمان وأحمد سلوك وقصر هي شركة دي بي ويل أي يقصون قابط أسيك هذا وحوط المامي. We are today 78 terminals around the world. The world is growing. Trade is going to be your revenue. Trade activities is what going to make Barbara even more important. We are discussing the free zone. And on the recommendation of the government, based on what they select, we will develop a land. After a long and hard negotiations, a historic agreement was reached in May last year. The deal consists of two components, the expansion of the current port and the establishment of a free zone. We believe that the deal brings with it many benefits to both sides. It gives DB World a strategic port at crossroads of international trade and a gateway. كنانتكي مناسبة داسي وحشة هذا الشرف يلغو مع موسيقى الكاميدة شقالها شركة دي بي ويل هي وسيرك وسارة مدحتوية وسيرك مالية وسيرك ريمها دي بدا قدوميها قبل كساح المائر كمقالة بربرا ماريها دي كده بربرا مبارك نريك تلفيشك علي مجيستار تيفي بربرا